السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتعلم اليوم درسا جديدا. كي تعرف عنوان الدرس، قم بحذف المربعات الحمراء لتكتشف عنوان الدرس. أمامك مجموعة مربعات بأحرف، إذا حذفت المربعات الحمراء نكتشف: الصدقة، عمل، طيب. إذا درس اليوم عن الصدقة. نتعرف معنى الصدقة وفضل الصدقة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالإنفاق في سبيل الله، أي ننفق من الأموال، لأن ذلك فيه جزاء كبير وثواب عظيم، والله يضاعف الأجر والثواب. الصدقة نتقرب بها إلى الله تعالى ونشكره على نعمه، ونطهر بها أنفسنا من البخل والشح. والله تعالى هو المالك الحقيقي للمال، والمسلم ينفق من المال الذي رزقه الله سبحانه وتعالى، وقد استخلفنا الله في ذلك المال. لذلك المسلم يتصدق من هذا المال على الفقراء والمحتاجين حتى تدوم علينا النعم، والمتصدق يظله الله يوم القيامة. إذا أنا أتعلم اليوم أن الصدقة نتقرب بها إلى الله تعالى. المسلم عندما يتصدق من ماله فهو يتقرب إلى الله تعالى لينال رضا الله سبحانه وتعالى. إذن فما معنى الصدقة؟ هي العطية التي يبتغى بها الثواب من عند الله تعالى. إذن أنا تعلمت معنى الصدقة، وهي العطية التي يبتغى بها الثواب من عند الله سبحانه وتعالى. إذن ما الفائدة من الصدقة؟ الفائدة من الصدقة نبتغي بها وجه الله تعالى، تقرب العبد إلى الله تعالى، نطهر أنفسنا من الشح والبخل، المتصدق يظله الله يوم القيامة. فأنا قد تعلمت اليوم عن الصدقة، فأنا من الآن سأتصدق ابتغاء وجه الله تعالى، ولكي أتقرب إلى الله تعالى، ولكي يظلني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. إذن ما أنواع الصدقات؟ نتعلم اليوم أنواع الصدقات. بعد أن تعلمت مفهوم الصدقة وفائدة الصدقة، أتعلم أنواع الصدقات. هناك صدقات واجبة، أي يجب على المسلم أن يتصدق، مثل زكاة المال، فالمسلم واجب عليه أن يخرج الزكاة لكي يطهر المال ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وهناك أيضا زكاة الفطر التي يخرجها المسلم في شهر رمضان. وأيضا من الصدقات الواجبة صدقة النذر، فإذا نذر المسلم أن يتصدق وجب عليه أن يفعل ذلك. وهناك صدقات أخرى، صدقات
تطوعية ليس لها وقت وغير واجبة، بل يحرص المسلم عليها في كل حين. مثلا يتصدق المسلم من ماله لبناء مسجد أو لبناء بيت لإنسان فقير، فهي صدقة تطوعية. فأنا الآن أخرج زكاة المال وأخرج زكاة الفطر، وأيضا أتطوع في بناء المساجد وفي تعمير بيوت الفقراء وفي شراء مستلزمات المحتاجين.